المشاهدون والمشاهدات، المتابعون والمتابعات، والناظرون والناظرات مرورا، تحية طيبة. هذا المساء موضوعي هو لا حرية بعد اليوم، وقد يبدو العنوان غريبا، ولكن سنتكلم بعد قليل ما معنى ذلك. أولا، النقطة الأولى أشير إليها، وهو أننا نعيش في زمن الكورونا بكوفيد-19 كما يعرف الجميع، وعالمنا محصور بالكورونا. ومن كلمة محصور، نحن حصار، نحن في حصار، يعني أننا ضد الحرية، والحصار هو ضمن محدودة بطاق معين، بطاق هو الوباء. إذن الحرية مفقودة. ونقطة ثانية هي أن الأنظمة السياسية في العالم اليوم تستغل هذه المناسبة، إذا سميناها مناسبة أو الوباء، لكي تفرض سلطتها بالقوانين الجديدة والقرارات ومنع التجول وطلب من الجميع التقيد بما يلي أولا ثانيا ثالثا إلى آخره. وهذا نوع من الدكتاتورية المخفية للأنظمة السياسية بحجة أننا الآن نعيش أزمة، وهي أزمة الكورونا. الآن إذا مشكلتنا، نحن أمامنا مشكلة اسمها مشكلة الحرية. عرض تاريخي سريع لهذه المشكلة. اثنين، مشكلة الحرية والضرورة متقابلان الأمران أيضا، ثم الحرية والفوضى، ثم حرية التفكير والتعبير، وهما حقوق من حقوق الإنسان، ثم المرجعيات. في الواقع أن الفعل الحر هو تعبير عن نضج الشخصية والمجتمع. الحرية ليست وهما أو تخيلا، بل هي فكر مستقل وممارسة في مسيرة الحياة، وهي انفتاح للعقل والوجدان، ووعي كذلك للاختلاف مع تقدير حرية الاختلاف وفهمه، وهي ضد الخوف، وهي فسحة، وهي تلهم أو فسحة للشجاعة. الفعل الحر ليس سلوكا أعمى ولا يعبر عن الهوس والاندفاع، بل هو فعل مستنير وثمرة الوعي الحر كذلك. لكن إن التكنولوجيا اليوم استخرجت الحرية من باطن من يؤمن بها أو لا يؤمن، وعلت مباشرة بأشكال وتعبيرات فضائحية على سطح الأدوات بين أيدينا والشاشات الصغيرة. المرشحون للتفكير السليم والمرشدون أيضا للتفكير والمرشدون المفكرون أيضا في موضوع التربية يرشدوننا دائما إلى عدم الخلط والتورط بين الحرية والفوضى. الحرية هي الفسحة المثلى للخلق والإبداع في كل مجالات الحياة، والحرية أيضا تهدينا إلى وعي الضرورة والمسؤولية، وأننا لسنا ألاعيب الظروف والبيئات المحلية أو التقاليد الموروثة أو المثيرات الطارئة. إن الحرية بحدود العقل، ويمكن للمتصوفة بالمناسبة أهل الروح العالية أن يقول لنا نحن أي المتصوفة نتجاوز النصوص ونعيش وضعا روحيا يعلو الوجود المباشر. إذن نعيش الحرية المطلقة تقودنا إلى العلو المطلق لمعانقة المطلق، والله بالنسبة إليهم. قصة الحرية طويلة، ولدت مع ولد الإنسان، مع ولد الإنسان على الأرض. الإنسان حر كان في البداية، يتجول في الغابات وفي الصحاري إلى آخره بحرية. لكن مع ذلك سنتكلم بشكل أدق عن الحرية في الفلسفة وفي السياسة وفي التاريخ أيضا، وأيضا بالعقود الاجتماعية السوشيال كونترا، ثم أيضا الحرية أصولها، وأخيرا العلاقة بين الأنظمة السياسية الكبرى. النظام الاشتراكي الشيوعي الماركسي سابقا كان يقيد الحرية بحدود المنطلقات الفكرية للإيديولوجية الماركسية، بينما الرأسمالية تطلق الحرية العنان. ولكن حالة الرأسمالية، منتقدو الرأسمالية يقولون بأن حرية الرأسمال هي الأساس في النظام الرأسمالي.
حرية رجال الأعمال، حرية رجال المال، حرية المؤسسات المالية الكبرى، البنوك والمصارف الخاصة والعامة إلى آخره. هؤلاء هم أحرار، أما في نظام رأسمال هؤلاء هم لا، أما غيرهم فهم خاضعون. طيب الآن بالنسبة أيضا لمعارضة الحرية، المعارضة الشديدة للحرية هي الفوضى، وهناك خلط بين أحيانا بين الحرية والفوضى. ولكن نبدأ الحكاية، حكاية الحرية تاريخيا وبشكل سريع، نبدأ باليونان. كان هوميروس وهو شاعر يوناني قديم عاش في القرن 11 قبل الميلاد، يقول أن الإنسان الحر هو الذي يعيش في وطنه حرا وفي بلده وأرضه، وهو ليس أسيرا بمعنى الحرب، أي أنه ليس أسير حرب كما يفقد حريته. وبعد ذلك ثم أيضا أصبحت فكرة الحرية مرتبطة بوجود المدينة، والمدينة لها قوانين، إذا الحرية والقانون اثنين أيضا يسود فيها القانون بالمدينة. وهذه أيضا ثم فيما بعد ظهر الفيلسوف الشعبي سقراط في القرن الخامس قبل الميلاد، وقال الحرية هي الفعل الفاضل. أما أرسطو فقد ربط الحرية والاختيار بالمعرفة وبالإرادة، هذا بالنسبة لي أرسطو الذي يقول أنا المعلم الأول. أما أفلاطون فقال الحرية هي فعل الخير، فيلسوف يوناني أيضا عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، يقول الحرية هي فعل الخير، ربط الحرية بالأخلاق. أيضا ننتقل نقفز إلى العصور الحديثة، نبدأ مثلا في جون لوك الذي عاش في القرن السابع عشر أيضا، السادس عشر السابع عشر بالنصف الأول والنصف الثاني أيضا، يقول أن الحرية مرتبطة بالطبيعة، أن الإنسان حر بطبيعته، يولد حرا وهو يمارسه على وجه الأرض. الآن فيلسوف آخر وهو بريطاني أيضا واسمه هو جون ستيوارت ميل، أيضا هو له كتاب في الحرية On Liberty، أيضا يتكلم عن الحرية ويقول أن الإنسان حر ولكن هو مسؤول أمام القانون. الآن هذا بالنسبة لي جون ستيوارت ميل. أيضا في العصور الحديثة الراهنة والراهنة أيضا نبدأ بالقرن السابع عشر عند سبينوزا أيضا وهو فيلسوف العقل، كما يقول كان فيلسوف العقل يقول أن الإنسان حر ولكنه ليس حرا بالكامل، فلأنه خاضع للانفعالات والعواطف والغريزة، فإذا إذا ليس حرا بالكامل هو لا يعترف بأن الإنسان حر حرية كاملة إطلاقا، لأنه يخضع في مجرى حياته اليومية لغرائزه وعواطفه وانفعالاته، فهذه تحد من حريته. الآن اثنين لايبنيتس أيضا عاش في القرن السابع عشر وهو أيضا فيلسوف العقل، أيضا له رأي في الحرية، يقول الحرية تتوافق مع العقل، أي الإنسان العاقل والإنسان يتمتع بثقافة عقلية هو حر. ورأى كانت أيضا فيلسوف آخر ألماني هو عاش في القرن الثامن عشر، يقول أيضا الحرية مرتبطة بالتنوير، الإنسان متنور، الإنسان العقلاني، الإنسان العاقل أيضا هو حر ولكنه أيضا يجب أن يتقيد بقيود العقل وليس بقيود الغريزة. الآن ننتقل إلى فيلسوف آخر أيضا ألماني وهو هيجل، وهو أيضا عاش في القرن التاسع عشر، يقول أن الإنسان حر هو الذي لا يعتمد على غيره. ببساطة ننتهي بالحديث عن هذا العصر ثم ننتقل إلى العصر الحديث، ونمجد ويقول ممجد الحرية وهو جان بول سارت فيلسوف الفرنسي في النصف القرن الفصل الأول من القرن العشرين، يقول أنه الإنسان محكوم بأن يكون حرا، الإنسان وجود الإنسان يقتضي أنه وجود حر، بالتعريف الإنسان بوجوده هو كائن حر عند سارت. وقد سمعت مرة حديثا له على راديو، سئل هل هو حر، فقال أنا أؤمن أو أنا أعتقد أن بأنني حر، جمكوا أنم ليبغ. أيضا ننتقل إلى الناحية النفسية، انتهينا من الناحية الفلسفية إلى الناحية النفسية، ونصطدم مع كتاب عنوانه إلى حد ما مبهر وهو أيضا عنوان طريف نفس الوقت، وهو كتاب الخوف من الحرية لإريك فروم، وهو أيضا ألماني فر من ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية وعاش في أمريكا وكتب كتبه كلها في أمريكا، وله رأي في الحرية، يقول لقد عاشرت الجماهير في ألمانيا أشاهدها كيف خضعت للديكتاتور هتلر وكيف أنها رغبت في الخضوع وهربت من الحرية وخافت من الحرية، لأن الحرية بالنسبة إليها هو نوع من الترف كما يعتقد هو. وقد يقول هناك ألمان في ألمانيا مشاهدت الملايين مشغوفة بأن تسلم
حريتها بالقدر نفسه الذي كان اباء الذي كان اباؤهم هؤلاء الجماهير كانوا يعملون من اجل الحريه، بينما هؤلاء الملايين التي شاهدها خضعوا لديكتاتور النازيه في ذلك الوقت وكفوا عن الطلب بالحريه وارتاحوا لله حريه. اذا هذا راي بالنسبة لإريك فروم في كتابه أيضا الخوف من الحرية، وهو كتاب مترجم إلى اللغة العربية. الآن نقطة ثالثة، الدين، ما هو موقف الدين من الحرية؟ بالنسبة للأديان ترتبط هي دائما وجودها بالخالق الله، إذا الحرية هي مرتبطة بمشيئة الله، وخاصة بالنسبة للإسلام مثلا أن الإنسان يفعل بحرية ولكن بمشيئة الله، هذا هو الفعل. وما رميت إذ رميت كما قال الله تعالى، ولكن الله رمى، هو رمى ولكن الله هو الذي أشاء له أن يرمي. إذا الحرية مرتبطة بإرادة الخالق بالنسبة للإسلام كمثال. الآن الإنسان حر إذا بمشيئة الله. الآن تاريخنا الثقافي الحديث أيضا نقطة أخيرة أيضا، وهي لا تزال مشكلة، الحرية أصبحت مشكلة. فبدأ الاضطهاد المفكرين منذ عهد الراحل طه حسين عندما هوجم في تفكيره وفي كتبه أيضا التي دعا فيها إلى التقدم والتنوير لآخره. ثم أيضا نبدأ تاريخيا بالنسبة للعصر الجاهلي. بالعصر الجاهلي يقول، وأنا أعتمد هنا على مقال لصديق لي، وهو أن هج الشاعر طرفة، يقول هذا الكاتب، يقول هج الشاعر طرفة ابن عبد ابن هند طرفة طرد هو وقد كتب إلى عامله يقول بأنه طرب أنه هجي من قبل طرف ابن عبد، وهو هذا عمرو بن عبدين، فأمر الوالي بقتله لأنه حاول الطعن بحرية الشاعر طرفة، حرية عمرو بن هند من قبل الشاعر طرفة ابن عبد. الآن ثم ننتقل أيضا ما فعله الشيخ نسو، ما فعله النعمان بن منذر مع عبيد بن أبرص، وكان مصير الشعراء وأيضا إضافي، وكان مصير الشعراء الصعاري الحصار والعزل والخلع. ويحفظ التاريخ كذلك أيضا أسماء خالدة عكس ما رويته الآن، مما قالوا قبل تحق وجه العصر من أمثال أبي ذر الغفاري وعروة ابن الورد والشنفري ومالك ابن الريب وأبو الأسود الدؤلي وابن حزم الأندلسي وسواه. وكان نصيب الكثير من الفلاسفة وأهل الفكر التشريد والسجن والقتل غيلة وظلما، كما حدث مع غيلان الدمشقي والحلاج أحد كبار الصوفية في الإسلام، والسهر وردي صوفي أيضا وغيرهم. وفي التاريخ الحديث أيضا كما ذكر وحسين أيضا كيف هوجم وغيره أيضا من أقطاب الفكر، أيضا نادوا بالحرية وحرية التفكير وحرية الكتابة وحرية الرأي إلى آخره. ولكن هذه إذن لحظة من لحظات التنوير حول موضوع الحرية ومطلب الحرية بالنسبة للعصر الحديث. الآن الإعاقة الكبرى أمام الحرية وهي الإيديولوجيات. الإيديولوجية لها إطار محدد فكريا وإيديولوجيا أيضا، لها منطلقات محددة، فالحرية أيضا ضمن هذه المنطلقات ضمن الإيديولوجية نفسها، والخروج عنها هو يعتبر خروج، يعني يعتبر بمعنى ما أنه لا يحق له أن يخرج عن هذا الإطار. إذن الحرية محدودة بالإيديولوجيا، محدودة بالإيديولوجيا السائدة كما كان في الماركسية كما ذكرت سابقا. إذن الحرية هذه الإيديولوجيا تعتبر هي تحد من نطاق الحرية معناها الواسع. الآن ممكن مناقشة أيضا نقطة أخرى إضافية أيضا، الحرية في النظامين اللذين كان النظام الرأسمالي الحالي ونظام الماركسي الاشتراكي سابقا. بالنسبة للنظام الاشتراكي أيضا يخضع لإيديولوجية معينة، والحرية ضمن الإيديولوجية ولا يوجد خروج عنها. إذا أما بالنسبة للنظام الرأسمالي فيدعي أنه هو مطلق الحرية، أنه هو عالم حر، ولكن منتقدي الرأسمالي ماذا يقولون؟ هذا كله هراء. الحرية في النظام الرأسمالي حرية رجال المال والأعمال والمؤسسات الكبرى والمؤسسات المالية والبنوك، هؤلاء هم الأحرار، أما البقية فهم لا يعيشون الحرية، وهو عبارة عن وهم الحرية، لا يعيشون الحرية. إذن هذه بالنسبة للنقطة الأخيرة أيضا هي حرية التفكير والتعبير، وهذه جاءت في المادة 19
من لائحة حقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان بشكل عام هي أيضا مصدر للتلاعب من قبل الأنظمة السياسية، خاصة هي الآن تم التلاعب بحقوق الإنسان، وتفسر كل نظام سياسي يفسر حقوق الإنسان على هوا. أما بالنسبة للحقوق الحرية والتعبير أيضا، وهذه أيضا مسألة هي نسبية، كل مجتمع يرى حرية الفكر والتعبير حسب تقاليده الثقافية. طيب الآن لا تطعن الحرية، إذا تطعن الحرية في كل مكان، ولكن ومع ادعاء بحقوق الحرية، حرية التعبير وحرية الإعلام، ولكن يشهد التاريخ بأن هناك آلاف من الكتب والمقالات والنشرات والأنشطة الحرة كيف كانها طهدت، وكيف أنها أن كيف طعن بها من الأساس، ولكن مع حق الكتب وتدميرها وخنق الحريات لمن طالب بها، ولكن مع هذا الأثناء السلطات السياسية أحيانا نادرة جدا كان لها الحق بأن تضع حدا لبعض التصرفات، بعض السلوكيات، بعض المدعين الحرية باسم الحرية الكاملة، لأن السلطات هذه كانت ترى أن هذا يمس سيادة الوطن في بعض النقاط محددة معينة، حتى نكون يعني موضوعيين. الآن هذا إذا الخلاصة بما يتعلق بالحرية، ولكن ومع ذلك مع اضطهاد الحرية، مع أننا نعيش في زمن كورونا، ومع أننا محاصرون إلى آخره، ولكن مع ذلك نرى أن الأزهار يجب أن تتفتح. لماذا؟ لأن في تفتح الأزهار في مساحة الحرية نستطيع أن نبدع سواء في اليوم أو في المستقبل. هذه إذا مثلا الآن مرجعيات حول الموضوع لمن يريد الاستزالة، لدينا أولا دوائر المعارف العامة، وهي ترشدنا أيضا إلى أكثر تخصص بالنسبة لمن يرغب، مثل مثال ذلك ممكن أن نذكر مثال ذلك دروب الحرية لجان بول سارت أيضا، وهي رواية بسيطة ثلاث أجزاء، ثم الكتاب الأخير وهو إريك فروم أيضا الخوف من الحرية، وقد ترجم إلى العربية في عام 1972. وختاما لدي بعض الصور أيضا لا بأس بأن أريكم إياها حتى ننتهي من كلام النظري هذا عن الحرية، لكي نرى عمليا كيف نعيش مشكلة الحرية. أيضا هذا كتاب أيضا The Future of Freedom، مستقبل الحرية، أيضا صورة ما قبل الأخيرة، وهي أيضا حول حقوق الإنسان في التعبير، في التفكير والتعبير، أيضا كيف تكمل أفواه، وهي إشارة حمراء موجودة هنا. ثم الصورة الأخيرة وهي Freedom of Expression، حرية التعبير. هذا ما لدي هذا اليوم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.